السلام عليكم. زار والي ولاية المسيلة المشروع نتاع المستشفى نتاع الطب الاستعجالي الجراحي ببلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة. إذا هذا المشروع اللي يعرف عدة فترات يعني تاع تأخر وفترات نتاع توقف أشغال، الآن يبدو أنه الأشغال وصلت إلى النهاية ودخلنا في العملية تاع التجهيز تاع هذا المستشفى ذات 120 سرير ببلدية إذن حمام الضلعة بولاية المسيلة. إذا خليكم تابعوا الفيديو حول الزيارة نتاع والي ولاية المسيلة إلى موقع المشروع هذا، والسلام عليكم.